هناك الكثير من السير الذاتية في المغرب المعاصر، مغرب القرن العشرين، تستحق الوقوف عندها والتأمل في مسيرتها. من بينها سيرة الملياردير عمر تيسير الملقب بنص بلاصة، عبر تتبع مساره التاريخي بالانتقال من الفقر الشديد والمدقع إلى أبواب الغنى التي فتحها الله عليه. فكيف حقق هذه الثروة وكيف جمعها، وما هي العوامل التي ساعدت في أن يصبح رجلا ثريا وصاحب نفوذ وصاحب أكبر مقاولة تعدت حدود المغرب وخارجه؟ المحطة الأولى في سيرة عمر التيسير قرية تمنار المعزولة والنائية في منطقة حاحة. سيولد طفل صغير اسمه عمر التيسير عام ما يسمى بالكساد الكبير أو الأزمة الاقتصادية. الطفل وكل ما يحيط به من أنماط وأشكال من الفقر المتعددة، ومعه الفرنسيون والأعيان يسيرون كل ما حوله. وبذكائه طرح السؤال التالي: كيف يمكن أن أكون من الأعيان؟ وكيف يمكن أن أكون من أعيان هذا البلد الذين يحترمهم المستعمر الفرنسي ويحترمهم المخزن؟ الخطوة الأولى: أقدم عمر وهو في سن 12 من العمر إلى فكرة جميلة تستحق الثناء، أنه جمع بيض نساء الدواوير المجاورة لقرية تمنار، وبمعاملاته الصادقة والنزيهة أصبح مشهورا بين النساء، وتكلف بجمع البيض والذهاب به إلى السوق الأسبوعي وبإعطاء النساء أموالهن والاحتفاظ بما تبقى. وكان الطفل عمر سريع الحركة لا يتوقف، كل ما يملكه هو ذكاؤه وأقدامه التي يتنقل بها، وكل أمله أن يغير من أوضاعه الفقيرة ومن واقعه المر والمرير. المحطة الثانية: اللقاء الملهم. في إطار الأشغال العامة التي كان يقوم بها المستعمر الفرنسي في منطقة حاحة، التقى الشاب عمر تيسير بمهندس فرنسي نال إعجابه، وبكل ما يملك من الذكاء أقنعه أنه سيزوده بالحجارة المكسرة لإعداد الطريق. الفكرة أنه جمع شباب قرية تمنار والقرى المجاورة وأقنعهم بجدوى تكسير الصخور وتحويلها إلى أحجار تستعمل في بناء الطرق. وكخطوة ثانية أصبح وسيطا بين المستعمر وبين ساكنة القرية، وأسس لشركته الصغيرة التي أصبحت تنمو شيئا فشيئا. الزمن من طبيعة الحال كانت أعوام الحرب العالمية الثانية، والمغاربة يتأهبون للمطالبة بالاستقلال، وكل الأبواب مفتوحة ومعها الفقر والحاجة الملازمتين، ومعها كذلك الاستغلال الاستعماري. والسؤال الذي يراوده: كيف يمكن أن أتخطى الفقر والمجاعة وأن أصبح من الأعيان؟ لم تعجبه فكرة أن يشتغل لدى المهندس الفرنسي براتب أسبوعي، وفضل أن يستمر في بناء مقاولته الصغيرة وعلاقاته التي تكبر يوما بعد يوم. ولكن أهم ما في هذا اللقاء هو لقاؤه بهذا المستعمر، بهذا المهندس الفرنسي الذي أنار له الطريق بأن التجارة وتأسيس عمل ذاتي سيكون في مصلحته دون شك. تعتبر هذه المحطة، وهي المحطة الثالثة، من أهم محطة في سيرة الرجل عمر تيسير. لماذا؟ فقد استيقظت مدينة أكادير سنة 1960 على زلزال مدمر لم يستمر إلا لثوان معدودات. عمر الشاب يملك شاحنة وجرافة وبعض عمال،
سيساهم بحس وطني بجرافته في إزالة الأنقاض وبنقل المصابين والجرحى بشاحنته. وهو الأمر الذي نال إعجاب الجنرال دريس بن عمر الذي كان عاملا آنذاك للمدينة. توطدت علاقة عمر تيسير بالجنرال دريس بن عمر، وكان المغرب قد نال استقلاله حديثا، وفتح الجنرال لشركة عمر تيسير فرصا كبيرة لا تنسى، ومنحه عقودا وتسهيلات وعقودا للبناء، وحقق عمر تيسير أرباحا طائلة مع الجيش ونال رضا الملك محمد الخامس وبعده الملك الحسن الثاني الذي أعجب به وأوصى بتفويت المشاريع الكبرى له، وكذلك الشأن مع الحكومة. وفي هذه المحطة تعددت العقود وبدأت الشركة تتسع أكبر فأكبر، علاقات قوية مع الجيش مع الإدارات مع الحكومة، فأنجز الطريق الوطني الرابط بين مراكش وأكادير، وكذلك أنجز مسجدا بدكار بالسنغال بإعاز من الملك الحسن الثاني، وكذلك مسجدا ثاني بكوناكري بلبريفيل، وبنى قصر للرئيس عمر بانغو بسواعد مغربية وبأفكار مغربية. في هذه اللحظة تخطت شركته حدود المغرب وأصبح رجل دولة يعول عليه في إنجاز المشاريع الكبرى، وتحول إلى ملياردير، وأقدم على تشغيل مهندسين مغاربة وطور من شركته ومن أفكارها، وكان أول مغربي يستغل الخبرات الصينية وأفكارهم في تطوير شركته لتصبح شركة عالمية ولتصبح شركة عملاقة تنال ثقة الملك الحسن الثاني، وتفتح الأبواب في وجهها ليتحقق حلم الرجل عمر تيسير وليصبح من رجالات المخزن. المحطة الأخيرة، أصبحت سيرة الرجل عمر تيسير الملقب بنصف لاصة في الانتشار وعلى كل الألسن في المغرب عن ذاك الشاب الفقير الذي كان يبيع البيض بالأمس ولا يدفع إلا نصف تذكرة نظرا لحجمه الصغير. وتعددت الحكايات والإشاعات وأصبح ملهما للكثيرين وللكثيرات. أبريل 1979 ستقع حادثة حزينة. عمر التيسير وهو يصعد أدراج شركته يسقط على رأسه، ويتسبب ذلك السقوط في نزيف داخلي، ينقل على وجه السرعة إلى محطة بالدار البيضاء، وبعدها ينقل إلى مدينة مارسيليا بفرنسا في مصحة أخرى، وليعلن عن خبر وفاته في يوم 26 ماي 1979. ترك الفقيد 3 أبناء هم فاطمة الزهراء ورشيد الذي سيتكفل بإدارة الشركة التي كان على عاتقها في ذلك الوقت إنجاز 20 مشروعا ضخما، وابنته أمينة. تستحق حكاية هذا الرجل أن تحكى على أكثر من مستوى، على مغرب الاستقلال وعلى المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، وكذلك على مستوى التسلق الطبقي لشاب فقير استطاع بكل إمكانياته وذكائه أن يحظى بلقاء الملك الحسن. الدرس المستقى من سيرة عمر تيسير من طفل فقير إلى رجل ملياردير هو أن العمل الجاد ومعه الذكاء صنع منه رجلا استثنائيا بكل المقاييس، غير من حياته بالكامل وغير من ما حوله. الدرس المستقى هو أن الفقر ليس عيبا، وأن الفقر في كثير من الأحياء يكون حافزا في تغيير أوضاعنا والدفع بنا نحو الإيمان بقدراتنا وبأفكارنا وأقدارنا. نأتي على نهاية حلقتنا، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة والاشتراك معنا، وإلى لقاء متجدد بحول الله.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.